كيف فينا نحارب الشوغر كريفينج؟ بنحارب الشوغر كريفينج من خلال شرب المي، ولكن كمان من خلال التشوينغ غام. التشوينغ غام فرجت الدراسات خاصة النكهات اللي بتجي على نعنع بتخفف من الشهية ومن الشوغر كريفينج. لذلك قد ما فينا نتناول هيدول التشوينغ غامز، جيبهم اكيد من دون سكر تما نزيد الوحدات الحراريه، ولكن ما نفكر انه هيدا هو السحر، دائما ننتبه على شو رح نتناول خلال النهار تا نقدر نخسر وزن.